ملف مساعدات الخليج كيف تراه؟ أرى أنها مفيدة في حدود، يعني ما نعتمدش عليها أساسا. هي تقريبا توقفت دلوقتي. ما هي لن تتوقف، مش هتفضل تعيش على طول. ما ينفعش. المساعدات نوعين، إما أن تكون في شكل ودائع في البنك المركزي تساند الجنيه المصري، وده حصل، وإما أن تكون قروض وسلفيات ومنح. فالاثنين جم وجانا منهم مبالغ يعني لا بأس بها، ما تقلش في سنتين الأخيرتين عن 20 مليار دولار. وزودت الودائع في البنك المركزي وحسنت العلاقة بين الدولار والجنيه. إنما إحنا مش عايزين نعتمد على كده على طول. يعني الطفل الصغير حضرتك اول ما يبتدي يمشي بتجيبي له مشايه عشان لما يقع ما يتعورش، يبقى ايه، يسند عليها. نفس الحكايه، الحاجات دي نعتبرها مشايه فتره كده وخلاص، وبعد كده مش توقفت، لا بعد كده احنا بنعتمد على نفسنا. مش كده ولا ايه؟ يعني احنا دلوقتي في مرحله المشايه، ولا احنا دلوقتي بدانا نعتمد على نفسنا؟ يعني احنا محتاجين لسه حد يسندنا، ولا احنا نقدر نمشي لوحدنا؟ الى حد بعيد مش محتاجين. هنمشي؟ إلى حد بعيد هنمشي إن شاء الله، وهنجري بعد كده إن شاء الله. طيب.